الحمد لله، السلام عليكم. نرجو الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التعليق. من أراد أن تقضى له أي شيء بإذن الله، أراد أن يقضى لك الشيء، جلب الرزق، الوظيفة، الزواج، إبطال السحر، أي أمنية تريدها إن شاء الله تطبق هذا الورد 7 أيام، يعني 7 أيام يطبق هذا الورد يومين لمدة 7 أيام، يحقق لك أي شيء تريده بإذن الله في جلسة واحدة. تقرأ هذه الصور، صورة الشمس 7 مرات، صورة الليل 7 مرات، وصورة التين 7 مرات. سأكرر، صورة الشمس 7 مرات، وصورة الليل 7 مرات، وصورة التين 7 مرات، وتقول هذا الدعاء 7 مرات. اللهم اجعل لي خرجا ومخرجا من أمري، اللهم اجعل لي خرجا ومخرجا من أمري 7 مرات، وتدعو إلى حاجتك، تطلب حاجتك بإذن الله تقضى إليك. من لا يفهم فليرجع الفيديو إلى الوراء كي يفهم ما أقول. تطبق هذا الورد لمدة 7 أيام يقضى لك أي شيء إن شاء الله. هذا الورد لمدة 7 أيام يقضى لك أي شيء تريده بإذن الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا
إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.